الذين ضحوا وما زالوا ضحون، وكذلك الذين خدموا مصرنا بإخلاص وعلى رأسهم الزعيم الراحل جمال عبد الناصر والبطل الشهيد محمد أنور السادات وأبو الجمالية الروحي المهندس المحافظ الوزير عصام راضي. أنا كاتب لك ورقة عشان ما اشطحش الليلة، وطبعا الجماعة بتوع الرداد مزنقين عليا. صلوا على النبي. الجماعة بتوع النت واخدين بالهم مني أول يومين دول عشان أنا بحب السيسي. طب وأنا هو حد بإيده يحب حد ويكره حد؟ والله ما بإيدي، ولو كان بإيدي برضه كنت أحب السيسي. طبعا ليه؟ بحب السيسي ليه؟ لأنني عشت في سينا في مناطق خربة، وميزت بين الانفلات الأمني والأيام التي نعيشها. بالنسبة لعريس هذه الليلة المباركة، الرجل الطيب الوطني الأصيل الشجاع المخلص فخامة الرئيس عبد الفتاح سعيد حسين السيسي. أنا بقول له يا سيادة الرئيس، أنت هتسمعونا ولا إيه؟ بقول له يا سيادة الرئيس، لو لم تقف بجار أهلك وناسك في محنتي السوداء لظن الناس أن أهل الرجولة ماتوا. واليوم